نرجع تاني نتكلم عن المباراة ده طبعا حالا. اللاعبين حالا دلوقتي مع حضراتكم، اللاعبين على الهواء مباشرة رايحين. بصوا بقى اللعيبة عاملة ازاي، معلش هتالي هنا سمير. بصوا اللاعبين عاملين ازاي يا جماعة. مهم جدا 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 تنظر إلى شكل اللاعبين، التركيز اللي فيه اللاعبين. بصوا حضراتكم عاملين ازاي، بصوا واقفين ازاي، بصوا بيتكلموا ازاي، بصوا التركيز اللي باين جدا جدا على وشوشهم كل واحد فيهم. بصوا حضراتكم، بصوا شريف إكرامي بيتكلم مع لعيبته ازاي، بصوا شوفوا وليد سليمان بيعمل ايه. وليد سليمان واقف وهو بيتكلم مع رامي ربيعه بيقول له يلا عايز، انا متاكد ان هو بيقول له كده. انا ما اعرفش طبعا الكلام اللي بيدور بينهم، ولكن هو بيقول له النهارده لو هتلعب تاخد بالك، عايزين نكسب، عايزين نقب. هو ده. بصوا حضراتكم ادي محمد الشناوي رايح على الاتوبيس، ادي رامي، محمد الشريف، محمود وحيد واحد من النجوم اللي كانوا في المباراه السابقه. كل اللعيبه مركزه في شيء واحد هو اسعاد الجمهور. كباتن الفريق الكابتن شريف اكرامي والكابتن وليد سليمان واحد من كباتن الفريق واقفين مستنيين على الـ على الـ الـ سلم الاتوبيس عشان يسلموا على اللاعبين. ما تخللنا يا سمير الموضوع ده. طيب يعني لو تقدروا تجيبوا لنا الحاجات دي مهمه جدا للناس. فزي ما بقول لحضراتكم شريف اكرامي واقف، وليد سليمان واقف، كل اللاعبين واقفين، وليد سليمان بيتكلم مع اللاعبين هتعمل ايه النهارده؟ بيقول لرامي ربيعه. شريف زي ما انتم شايفين واقف مع ناصر ماهر بيقول له شد حيلك النهارده. انا ما اعرفش طبعا بيقول له ايه. الناس هتقول لي انت، لكن احنا كلنا كنا في مثل هذه الظروف، كلنا شفنا هذه الامور، كلنا عارفين ايه اللي بيحصل، كلنا عارفين اللعيبه الكبار بيبقى دورهم ايه في مثل هذه المباريات. عشان كده بقول لحضراتكم ان شاء الله الكل النهارده تفاؤل، الكل مبسوط، مش تفاؤل بان احنا هنكسب سته، يا رب نكسب سته. دي نتيجة قدرية بالمناسبة. دي نتيجة قدرية، مفيش مشكلة. لكن أنا بتكلم أهم حاجة القتال جوه الملعب، ده اللي أنا متأكد منه هيحصل، ده اللي أنا الرسالة اللي بعتوها لكم لعيبة النادي الأهلي من خلال ملعب الأهلي بتقول لكم إحنا من أول دقيقة لآخر دقيقة هنقاتل على ملعب في ملعب المباراة. كابتن طارق سليمان زي ما أنتم شايفين بيتكلم مع احد كباتن الفريق كابتن شريف اكرامي وراح سلم على سيد عبد الحفيظ. هي دي الروح يا جماعه، هو ده الكلام اللي احنا عايزينه خلال الفتره اللي جايه. هذه المباراه لا تحتاج الى فنيات، طبعا الجهاز الفني، ولكن احنا بتكلم علينا احنا. هذه المباراه لا تحتاج الا للي احنا شايفينه ده، المسانده، الدعم، الوقوف خلف الفريق، مسانده الفريق من اول